بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة الأحباب، الطلبة والطالبات، المستوى الثامن، التعليم عن بعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في اللقاء الثامن في مادة البحوث الإدارية 480 دار. في اللقاء السابع والسادس والخامس والرابع عرضنا للفصل الثاني اللي هو إعداد مشروع البحث، وفي اللقاء واحد واثنين وثلاثة عرضنا للفصل الأول اللي هو في مفهوم البحث العلمي. النهاردة بإذن الله هنبدأ في الفصل الثالث واللقاء رقم 8. الفصل الثالث بعنوان نوع الدراسة ومناهج البحث. نوع الدراسة ومناهج البحث، يعني الفصل كده جزئين اهو، الجزء الأول نوع الدراسة، الجزء الثاني مناهج البحث. نبدأ بنوع الدراسة. يعني إيه نوع الدراسة؟ يعني تقول دراستك هل هي دراسة استطلاعية ولا دراسة وصفية ولا دراسة استنتاجية. كأن في هذا اللقاء هنخصص هذا اللقاء، اللقاء الثامن، لعرض أنواع الدراسات الثلاثة اللي هي الدراسة الاستطلاعية والدراسة الوصفية والدراسة الاستنتاجية. نبدأ بالدراسة الاستطلاعية. يعني ايه دراسة استطلاعية؟ لما يكون الموضوع جديد نعمل دراسة استطلاعية. زي انت كده لما تذهب لمكان لأول مرة بتسأل عن العنوان وتجيب خرائط عشان تستطلع، لكن بعد ما تكون حفظت المكان بتتحرك مباشرة. كلمة استطلاع أتت أصلا من المجال العسكري، لذلك هناك سلاح في الجيش، سلاح في القوات المسلحة اسمه سلاح الاستطلاع. مهمة رجال الاستطلاع وطائرات الاستطلاع إن هم يصوروا الأهداف ويجيبوا الصور عشان نعرف الأهداف. لو احنا عاوزين نضرب هدف يبقى عندنا صورة عنه. الصورة دي جت منين؟ من الاستطلاع. انتقلت كلمة الاستطلاع من المجال العسكري إلى مجال الإدارة وإلى مجال التسويق. فإذا أنت بتريد إنك تستورد سلعة من خارج المملكة يبقى عليك تستطلع هل السوق سوف يتقبل هذه السلعة ولا لا؟ وإذا أردت تصدير سلعة من المملكة إلى فرنسا مثلا عليك أنك تستطلع سوق فرنسا هل سوف يتقبل هذه السلعة اللي أنت هتصدرها ولا لا. ومن هنا فإن هناك ما يسمى بالبحث الاستطلاعي، أي أن الباحث في مجال البحث الاستطلاعي يبدأ البحث وهو لا يوجد لديه أي بيانات أو معلومات عن المشكلة المدروسة. يعني بينزل يستطلع المشكلة ويستطلع أبعاد المشكلة. ومن ثم فإن الدراسة الاستطلاعية بتساعدك في إيه؟ زي ما قلت لك ما أقدرش إن أنا أحدد مشكلة بحث وأنا قاعد في البيت أو في المكتب، لازم أنزل أعمل مجابلات. فبنزل أعمل مجابلة من خلال الدراسة الاستطلاعية. في هذه المجابلة بتأكد من أن هناك مشكلة تستحق الدراسة. أيضا في الدراسة الاستطلاعية بقدر أحدد أهداف البحث، وبقدر أتعرف على مجتمع البحث حتى يصبح هناك نوع من الألفة بين الباحث وبين أفراد المجتمع، لأنه سبق له قبل ما يسوي البحث الفعلي
سبق له وأن ذهب إلى الميدان وتحدث مع الناس فأصبح معروف، ودي من فوائد الدراسة الاستطلاعية. كأنك حينما ترغب في دراسة أحد البحوث التي ليس لديك معلومات مسبقة عنها، شو بقول لك إيه؟ ليس لديك معلومات عنها أو تجهل المجتمع أو تجهل الأفراد اللي سوف تجمع منهم بياناتك، لازم عليك دراسة استطلاعية. حينما قمت بإعداد رسالة الدكتوراه الخاصة بي، وكان موضوع الرسالة سلوك المستهلك وأثره على تسويق الأساس الخشبي في مصر. الأساس الخشبي اللي هو حق الفرد لما يتزوج بيجيب غرفة نوم وغرفة معيشة وغرفة أطفال وغرفة مكتب ومجلس، وعندنا نقول لك غرفة سفرة وأنتريه وصالون، أسماء كده في مصر يعني. هذه الأسماء لم أكن أدري تفصيل كثير عنها، فالمشرف قال لي قبل ما تبدأ في الرسالة تذهب وتقوم بدراسة استطلاعية. ذهبت إلى مدينة عندنا مشتهرة بصناعة الأساس وأجريت دراسة استطلاعية مع المعارض اللي بتبيع الأساس ومع ورش اللي بتصنع الأساس، وعرفت أن هناك غرفة نوم اسمها عربي وغرفة نوم أخرى اسمها بلاكار وأمريكاني روماني رقبة الجمل شعلة، أسماء كتير لم أكن أدري ولا أعرف حاجة عن الإيه عن الأسماء دي. وحتى تعمل على الدولاب، تعمل يقول لك قشرة مجنة أرو بلوط، أسماء كده أسماء يعني حاجات كده أنا معرفهاش. وغرفة النوم تتكون من دولاب 4 دلف أو 6، وشوفونيرة شوفونيرة كومودينو كونسولتو، أسماء كده أسماء لم أكن أدري بهذه الأسماء شيء، فكيف أقوم بالبحث وأنا لا أدري شيء؟ كان لازم أن أنا أعمل إيه؟ دراسة استطلاعية. ذهبت في الدراسة الاستطلاعية، قابلت الناس المختصين والعاملين في هذا الميدان، استفدت منهم ألفة بيني وبينهم، عرفت طبيعة العمل ماشي ازاي، حددت المشكلة حجة البحث تحديد دقيق، حددت كمان أهداف بحثي، تمكنت من صياغة الفروض، عرفت أن هناك إمكانية أن أنا سوف أستكمل هذا البحث فيما بعد من غير مشاكل ولا صعوبات. قعدت اشتغل عدة سنوات لغاية ما انتهيت من الرسالة، عملت مجابلات يامه كتير مع النجارين ورش الموبيليا ومع المعارض، حتى ان بعد ما خلصت الرسالة اي واحد من اصحابي هيتجوز يقول لي تعالى معايا اما نشتري الايه الموبيليا، عشان انت يعني عارف الناس الموجودين وعندك خبرة من واقع الرسالة اللي انت عملتها. هكذا تكون الدراسة الاستطلاعية. فحينما تقوم بعمل بقى أي بحث لازم تعمل زي ما أنا عملت كده، يعني تروح تعمل كده مقابلات شخصية تقابل فيها المسؤولين وتقابل فيها العاملين وتقابل فيها حتى الجمهور وتقابل كده فئات مختلفة، علما بأن يعني تقابل الكبير والصغير والمتعلم وغير المتعلم. بس يعني تسوي كم مقابلة في الدراسة الاستطلاعية؟ 10 50 100، ليس هناك عدد محدد. انت تقابل 1 و2 و3 و4 الى ان تجد ان المقابلات لم تعد تضيف اليك جديد فتتوقف، يبقى كده كده جميل قوي. ومن واقع هذه المقابلات تقوم بصياغه المشكله والاهداف والفرضيات، وتتعرف على المجتمع وامكانيه الاستكمال. يعني بصراحه المقابلات الاستطلاعيه دي او الدراسه الاستطلاعيه في حاله ما يكون الموضوع البحثي جديد بالنسبه لك ولا توجد بحوث سابقه وهناك جوانب كتير انت بتجهلها، ليس امامك مفر الا انك تقوم بدراسه استطلاعيه مخلصه
تروح لمجتمع البحث يوم واثنين وربما 10 وربما 20 او 30 يوم، تقعد تروح كل يوم كل يوم تقابل الناس وتتكلم لغايه ما تلاقي الموضوع بدأ يظهر امامك. هذه هي الدراسه الاستطلاعيه. ايضا هناك جانب في الدراسه الاستطلاعيه، انا قلت لك على جانب واحد اللي هو تروح تسوي مجابلات، هناك جانب اخر في الدراسه الاستطلاعيه اللي هو انك تجرى البحوث السابقه التي تم اعدادها في هذا المجال. يعني الدراسه الاستطلاعيه مش مجابلات بس، ربما ان هناك بحوث سابقه ودراسات سابقه. مش لازم يكون يعني الدراسة السابقة نفس موضوعك ونفس عنوانك، ولكن على صلة. يعني ايه على صلة؟ انا بدرس مثلا جودة الخدمة الصحية في مستشفيات الرياض، عندي بحث بيتكلم عن جودة الخدمة الصحية في مستشفيات امريكا، اقراه واشوف البحث عمل ايه، اتعلم من الحاجات اللي هو عملها، اجد فيها استبانة كويسة اقتبسها، اشوف هو ايه الاسلوب الاحصائي اللي استخدمه، واشوف هل ينفع هذا الاسلوب عندي ولا لا. لما طبق دراسته طبقها على مستشفى واحده في امريكا، ولا خد عدد من المستشفيات الحكوميه والخاصه واجرى مقارنه بينهم، اقوم انا اقتبس من الدراسات السابقه ما يمكن ان يفيد دراستي الحاليه. ومن ثم يا اخي اذا كان موضوع البحث جديد او في جانب جديد او ان الدراسات فيه قليله، لا مفر امامك من انك تعمل دراسه استطلاعيه على جانبين، على جانب تطبيقي وعلى الجانب النظري. على الجانب النظري اراجع بحوث ورسائل ماجستير ودكتوراه واشياء كتبت وتقارير من وزاره الصحه وبحث كانت اجراته المستشفى نفسها، اقدر احصل عليه واجراه، اكون قد ألميت بالجانب العملي او التطبيقي بالجانب النظري، ثم اقوم بعمل مجابلات عشان ألم بالجانب التطبيقي. يبقى انا ألميت بالجانب النظري وبالجانب التطبيقي في تلك الدراسة الاستطلاعية، فأبدأ كتابة الدراسة الاستطلاعية. على فكرة ممكن البحث يبقى كله من الالف للياء دراسة استطلاعية. احيانا لما بتحصل مشكله تحتاج انت لدراسه سريعه، لان البحث بياخد وقت، بدل ما اقعد اخد وقت او ما اعمل ايه، اعمل دراسه استطلاعيه سريعه في يوم ولا اثنين ولا ثلاثه علشان اشوف هل هناك مشكله تستحق الدراسه بالفعل. فقد اجد من خلال الدراسه الاستطلاعيه ان المشكله اللي امامي مشكله يعني هايفه بسيطه قليلة ملهاش تأثير، أو إن علشان أحل المشكلة دي محتاج لتكاليف باهظة لا تتناسب مع العائد الذي سوف يتحقق من علاجها. كأن الدراسة الاستطلاعية بالظبط كده، يعني إيه؟ لو واحد ماشي مغمض عينيه هيشوف الطريق كيف؟ لا يمكن. تقدر تسوق سيارتك وأنت مغمض عينيك؟ طبعًا لا. فكأن الدراسة الاستطلاعية بتزيل الغموض وبتخليك تشاهد وترى ما أمامك. هذه هي الدراسة الاستطلاعية التي يغفل عنها بعض الباحثين اختصارا للوقت والجهد والتكلفة، ولا يعلم ان هو سوف يتحمل وقت مضاعف وجهد مضاعف وتكلفة مضاعفة فيما بعد نتيجة عدم قيامه بدراسة استطلاعية سليمة. إذن أنا بأؤكد على أهمية قيامك بدراسة استطلاعية في حالة ما يكون موضوع البحث جديد. النوع الثاني اسمه دراسة وصفية، والنوع الثالث دراسة استنتاجية. النوع الثاني اللي هو الدراسة الوصفية، سعادتك بتقوم بدراسة وصفية وليس استطلاعية. ليه ببدأ مباشرة في الدراسة الوصفية؟ لأن أنا عندي معلومات
عندي هنا ولي اصحابي واحد المديرين جاري او قريبي فبتكلم معاه، فعندي معلومات مبدئيه تؤهلني ان انا اعرف ان هناك مشكله متعلقه بكذا، وان طبيعه المجتمع والعينه كذا، وان في دراسات سابقه اعدت في هذا المجال، وعندي موجوده عندي مكتوبه، عندي نسخه منها او عندي على الانترنت اقدر ادخل واقراها. فاذا موقف الباحث وهو بيعمل دراسه وصفيه افضل من موقفه وهو بيعمل دراسه استطلاعيه، لان انا بعمل الدراسه الاستطلاعيه ومعلوماتي تكاد تكون صفر، فلازم اروح واعمل مجابلات واستطلاعات واقرا عشان ابدا ابحث. اما الدراسه الوصفيه انا موقفي افضل، لماذا؟ لان عندي معلومات سابقه هنا من خبرتي او اصحابي او معارفي او حضرت ندوه او تحدثت مع احد المسؤولين من قبل، فاصبح عندي معلومات سابقه تؤهلني الى اني ابدا في الدراسه ليس الاستطلاعيه ولكن في الدراسه الوصفيه، لان عندي صوره واضحه. النوع الثالث بقى اللي هو الدراسه الاستنتاجيه. الدراسه الاستنتاجيه، طيب بس ارجع جزئيه صغيره في الدراسه الوصفيه، هي اسمها دراسه وصفيه. قد يعتقد البعض ان معنى كلمه وصفيه ان هي بتقف عند حد الوصف، لا هي وصفيه، اسمها كده اسمها وصفيه، لكنها في الدراسه الوصفيه يقوم الباحث بالوصف وبالتحليل وبالتنبؤ وبدراسه العلاقات. يلا هي اسمها دراسه وصفيه اسمها كده، لكن الباحث في الدراسه الوصفيه يقوم بالوصف ودراسه العلاقات والمتغيرات والتنبؤ كمان، لكن هي اسمها دراسه ايه؟ وصفيه. لكن موقفك وانت بتعمل دراسه وصفيه افضل، يعني لو دراسه استطلاعيه تعمل شهر الاول دراسه استطلاعيه قبل ما تبدا تكتب المشكله والاهداف والفروض، لكن دراسه وصفيه ممكن ابدا مباشره زياره واحده بس، زياره واحده، يوم واحد استكمل اي نقص موجود عندي وابدا اكتب الدراسه الوصفيه، يعني ابدا اكتب المشكله والاهداف والفرضيات والمجتمع والعينه واسلوب البحث الى اخر خطوات مشروع البحث اللي اشرنا اليها في اللقاءات الماضيه. تاتي بقى الدراسه الاستنتاجيه. الدراسه الاستنتاجيه بقى دي اللي هي اقوى نوع من انواع الدراسات، حيث ان المشكله لم يذهب الباحث اليه الى المشكله، ولكن المشكله هي التي اتت الى الباحث. مشكله واضحه، واضحه وضوح الشمس، المعالم المشكله واضحه، اسباب المشكله معده ومكتوبه، قد تكون المنظمه كتبت اسباب المشكله، وقد يكون في مؤتمر علمي وقف احد المسؤولين وتحدث عن اسباب المشكله، مشكله واضحه، وبالتالي بعمل بحث استنتاجي بصيغ على طول المشكله والاهداف والفرضيات وعند البيانات المطلوبه ومصادرها، وببدا مباشره في جمع البيانات. كأن في الدراسه الاستنتاجيه بيبقى عندي فروض بتربط بين متغيرات مستقله ومتغيرات تابعه، وبالتالي الدراسه الاستنتاجيه اكثر احكاما واكثر عمقا. ببدا مباشره في الدراسه الاستنتاجيه عشان اصل احقق اهداف البحث واختبر الفرضيات واقوم بالاجابه عن التساؤلات. طب واحد يقول لي
ايه اكتر نوع من انواع البحوث المستخدمه في اداره الاعمال؟ اقول لك الدراسه الوصفيه. معظم الدراسات المتبعه في اداره الاعمال بتبقى دراسات وصفيه، لكن هذا لا يمنع ان يبقى عندك بحث في جزء دراسه استطلاعيه وجزء دراسه وصفيه وكمان جزء دراسه استنتاجيه. وقد يكون البحث كله استطلاع، قد يكون البحث كله وصفي، قد يكون البحث كله استنتاجي. الامر بيتوقف على حاجه واحده بس، مدى توفر معالم المشكله والمجتمع عندك. والدراسات السابقه والمعلومات اذا كانت مثل هذه الاشياء غير متوفره مره، ابدا دراسه استطلاعيه. متوفره بين ادخل على الدراسه الوصفيه. متوفره تماما ادخل على الدراسه الاستنتاجيه. فالدراسه الاستنتاجيه اقوى. بس الدراسه الاستنتاجيه تستخدم اكتر في العلوم الطبيعيه. ابتكار ادويه مثلا لامراض. دراسه حاجه في المعمل دراسه استنتاجيه، فرض. وانت متحكم في ابعاد البحث. ممكن نوع يشمل، يعني تعمل بحث يشمل الثلاث دراسات، يبقى فيه جزء استطلاعي، وبعدين بعد ما انت وفرت بيانات دخلت على البحث الوصفي، وبعدين نجحت انك تعمل فرضيات قابلة للاختبار، يبقى هنا انت دخلت على البحث الايه؟ على البحث الاستنتاجي. كأن ثلاثة من الدراسات بيكملوا بعض. وعليك انك في مشروع البحث وفي البحث النهائي اللي هو تقرير البحث تشير الى نوع الدراسه اللي انت اتبعتها. طيب تشير الى نوع الدراسه ليه؟ طب ما هي مكتوبه. اقول لك تشير الى نوع الدراسه علشان تؤهل القارئ الى انه هيجرى شيء معين. فلما انت لما تقول دراسه استطلاعيه انا ابقى عارف ان المعلومات محدوده، وبالتالي هجرى حاجه استطلاعيه ومعلومات سعادتك بتجمعها لاول مره. ولما تقول ان البحث وصفي يبقى انا عارف ان في قدر من البيانات كان موجود عندك. ولما تقول ان البحث استنتاجي اعرف انك كنت واقف على ارض صلبه وان البيانات كانت متوفره امامك. اي ان الباحث عليه أن يشير في دراسته في البحث اللي بيعده في مشروع البحث وفي التقرير النهائي للبحث يشير إلى إيش؟ يشير إلى نوع الدراسة اللي موجودة. طيب درجة العمق، أكيد درجة العمق في الدراسة الاستنتاجية أقوى، لأن الدراسة الاستنتاجية بيبقى فيها فرضيات. وشوف خدها قاعدة كده، لما تجد بحث فيه فرضيات يبقى البحث ده قوي. أما البحث الخالي من الفرضيات أقل جودة. البحث الاستطلاعي يمكن ياخد أيام. البحث الاستنتاجي ده ممكن ياخد سنوات. فالبحث الاستنتاجي هو أفضل أنواع البحوث وبيتميز بالعمق، وعليك إنك تشير في بحثك الى نوع الدراسه حتى تهيئ القارئ الى انه هيجرى شيء معين من واقع نوع الدراسه اللي انت اشرت اليه. اشكركم على الاستماع، وانتهى اللقاء التام. الى اللقاء في اللقاء التاسع ان شاء الله. شكرا.